وربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه ولا تبذر تبذيرا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة
الخوف. فتقعد ملوما محسورا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم.